السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم سنة خمسة، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحل أسئلة ليسون 3 في يونت 1 من كتاب جيم. هنحل أسئلة الدرس الثالث في الوحدة الأولى من كتاب جيم. أحب أذكركم يا حلوين، أنا إن شاء الله شغالة معاكم من كتاب المعاصر وكتاب جيم وكتاب بيت باي بيت. لو بتحبوا تسمعوا فيديوهاتي شيروا الفيديوهات لأصحابكم وضيفوا أصحابكم للقناة. اسم القناة على اليوتيوب الإنجليزي بجماله، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. متنسوش تحطوا لايك للفيديو ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول لي read and make a healthy food diary for breakfast, lunch and dinner. اقرأ وجهز طعاما صحيا للإفطار والغداء والعشاء. جايب لي مجموعة من الأطعمة، أنا هختار الطعام الصحي المناسب لوجبة الإفطار والطعام الصحي المناسب لوجبة الغداء والطعام الصحي المناسب لوجبة العشاء. أول حاجة في بريكفاست الحاجات الصحية اللي موجودة اللي ينفع نفطر بيها زي بويلد إيجز، يعني بيض مسلوق، وتشيز جبنة، اند بريد وخبز. ده كده فطار صحي. بعد كده لانش الغداء الحاجات الصحية اللي ينفع نتغدى بيها فيش اند تشيكن، يعني السمك طعام صحي للغدا، وتشيكن الدجاج طعام صحي للغدا. نمبر 3 دينر وجبة العشاء الحاجات الصحية اللي ينفع نتعشى بيها في الأطعمة الموجودة فوق، يوغورت، زبادي، اند جوس وعصير. طبعا جوس ممكن نتناوله في الإفطار أو في العشاء وينفع في الغدا برضو. يبقى أنا كده صنفت الأطعمة الصحية في بريكفاست ولانش ودينر. بعد كده ريد اند ماتش، بعد كده ريد اند ماتش اقرأ ووصل. هنا بقى بنقرأ ونترجم ونفهم علشان نوصل صح. نمبر 1 what would you like، what would you like سؤال مرة عنا في الدرس بمعنى ماذا تريد. طب ازاي اجاوب على السؤال؟ بقول I would like وبعد كده بقى الحاجة اللي انا عايزاها. يبقى هنوصل نمبر 1 او ممكن نرقم زي كده، هنكتب هنا نمبر 1 I would like some onions. نمبر 2 are there any carrots، هل يوجد اي جزر؟ السؤال ب are there بنجاوب عليه ب yes او no، لو yes يبقى yes there are، لو no يبقى no there aren't any carrots، يعني لا يوجد اي جزر. يبقى هنا هنكتب نمبر 2. نمبر 3 can I have some coffee please، هل أستطيع أو هل يمكنني أن أتناول بعض القهوة من فضلك؟ طبعا هنا للرد بالموافقة بنقول yes sure، نعم بالتأكيد. نمبر 4 how about buying some rice، ماذا عن شراء بعض الأرز؟ لو أنا مش عايز هقول no thank you، لا شكرا لك، I have rice يعني أنا لدي أرز. بعد كده عندنا تحت بسج قطعة بنقراها ونختار الكلمة المناسبة من فوق نكتبها في النقط. read and fill in the gaps with words from the list، اقرأ واملأ الفراغات بكلمات من القائمة. هنقرأ القطعة ونشوف الكلمة المناسبة وهنختارها. Ali and Hani go shopping with their mom every week، علي وهاني بيذهبوا للتسوق مع مامتهم كل أسبوع. last week الأسبوع الماضي mom had pineapples mangoes grapes and tomatoes on her shopping list، يعني الأسبوع الماضي كان موجود في قائمة المشتريات أناناس ومانجا وعنب وطماطم. الكلام ده كله كان موجود فين؟ في قائمة المشتريات الخاصة بالأم. she needed to buy bread too، وهي احتاجت أن تشتري خبز أيضا. can I have some oranges mom، مين اللي بيقول كده؟ هاني، أصكد هاني بيطلب من مامته، بقول لها can I have some oranges mom، يعني هل يمكنني أن أتناول بعض البرتقال يا أمي؟ فمام ست قالت الأم no sorry لا أسفة، no sorry لا أسفة، you can't لا تستطيع، it's not on our list يعني غير موجود في القائمة الخاصة بنا، مش موجود في قائمتنا النهاردة. They bought what they needed and went home early، هم اشتروا
what they needed اللي احتاجوه يعني and went home early ورجعوا البيت أو ذهبوا للبيت مبكرا early بمعنى مبكرا يعني بدري. بعد كده listen and complete استمع وأكمل. عندنا dialogue بين عادل وسمير. عادل بيقول لسمير what would you like to drink سمير ماذا تريد أن تشرب يا سمير. رد وقال I'd like some orange juice please أنا أريد بعض عصير البرتقال من فضلك. فعادل قال له can I have some coffee please هل يمكنني أن أتناول بعض القهوة من فضلك. رد سمير وقال yes sure نعم بالتأكيد. بعد كده read and choose the correct answer اقرأ واختر الإجابة الصحيحة. Number one سلمى likes to eat كشري for lunch. سلمى تريد أن تأكل الكشري في وجبة الغداء. الكشري بيتاكل في وجبة الغداء. Number two can I have some water please هل يمكنني أن أتناول بعض المياه من فضلك. ده سؤال طلب يبقى كده احنا قلنا في الطلب بنختار some ما ينفعش any. Number three, pineapples were not on mom's shopping list. الأناناس ما كانش موجود في قائمة مشتريات الأم. Number four, نادر hasn't got any grapes in his plate. يعني عادل سوري نادر ليس لديه أي أو لا يملك أو لا يمتلك أي عنب في طبقه. يبقى كده اخترنا any علشان دي جملة منفية. عندي hasn't كده نفي. نادر hasn't got any grapes in his plate. نادر ليس لديه أي عنب في طبقه. بعد كده عندنا الترتيب بقول لي read and rearrange to make correct sentences. اقرأ وأعد الترتيب لتكون جملة صحيحة. Number one would you like some orange juice. Would you like some orange juice هل تريد بعض من عصير البرتقال. Number two, Ali wants kosheri for dinner. Ali يريد كشري في وجبة العشاء. Number three, Nadia didn't buy any bread. Nadia لا تشتري أي خبز. Number four, can I have some chocolate please? هل يمكنني أن أتناول بعض الشوكولاتة من فضلك؟ بكده يا حبايبي أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. لو عايزين تتواصلوا معايا عن طريق التليفونات اللي انا سايباها في القناه من فوق سواء رقم الهاتف او الواتساب. لو حابين تتواصلوا معايا عن طريق صفحتي على الفيسبوك ادخلوا على اي فيديو من الفيديوهات واكتبوا لي كومنت وانا هرد عليكم. اهم حاجه شيروا الفيديوهات لاصحابكم وضيفوا اصحابكم للقناه علشان نواصل ونستمر. استنكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.